اول مره ايه؟ اول مره حبيت. ايه ده السؤال ده؟ يا عم انت كده هتودينا في داهيه. ما حبيتش حد. كنت في اولى ثانوي، ما اعرفش احسبوها انتوا كام سنه بقى. حبيتش على مراتي. احنا في عندنا في المدارس البنات ما بتحبش يعني. تانية حضانة كده. أولى ابتدائي 6 سنين. تانية تالتة ابتدائي مثلا. أنا مش فاكر كام سنة بس أنا واعي على الحب يعني الصراحة. تالتة ابتدائي. 6 سنين. بحب الحب من يومي. 6 سنين. 7 سنين. 7 سنين. تانية ثانوي تقريبا. بنت الجيران. كنت كل سنة أحب حد معايا في الفصل، بيبقى غالبا أشطر واحد. يا ريت بنتي ما تفرجش على الحاجات دي. هو حبيت وانا عندي 26 سنه جوزي اللي انا متجوزاه دلوقتي. علشان لو حد في يوم عرفت خلاص عارف اني بحبك اني بحبك يا رب. اعتقد ان انا حبيت بنت الجيران، فبنت الجيران شغلانه عينيا. كان عندي 16 سنه. 7 سنين 8 سنين 10 او 11 سنه 16 سنه. لا كانوا صحابي بيقولوا عليا معقدة عشان ما كنتش مقتنعة بالموضوع، واللي كان بيعمل كده من صحابي البنات كنت بحس ان هي عاملة حاجة ضد الطبيعة. كنت في رابعة ابتدائي وبحب واحدة في تانية ابتدائي، الحمد لله كنا احنا الاتنين ما بنعرفش نقرا. حب البراءة والطفولة واحنا صف صغير قوي يعني. كان اسمه حاتم وكنت في تانية ابتدائي. مش فاكرة.